اختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقبرة. قال بعض العلماء يسن للمرأة أن تزور المقبرة، وهذا ما ذهب إليه من المعاصرين الألباني رحمه الله، ونصر قوله في كتابه الجنائز، وقال إنه من السنن، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وعند أحمد فإنها ترقق القلب وتدمع العين، وفي رواية فإنها تذكرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. وهذا شامل للرجال والنساء، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الدليل الثاني ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة عند قبر صبي لها تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين فاعتذرت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينكر عليها زيارتها للمقبرة، والإقرار يدل على الجواز أو على السنية، لأن ما يورد قد يكون دليلا للاستحباب واضحا، وإن لم يكن دليلا واضحا على الاستحباب فيكون دليلا على الجواز. الدليل الثالث ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إحدى الليالي مختفيا عن عائشة إلى البقيع، فلما رجع عليه الصلاة والسلام وأخبرها ماذا قالت؟ قالت: ماذا أقول لهم يا رسول الله إذا خرجت؟ فقال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث لما سألته وأجابها دل على السعة في هذا. الدليل الرابع أن عائشة رضي الله عنها كما جاء في مستدرك الحاكم زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله ابن أبي مليكة: أليس نهي عن هذا يا أم المؤمنين؟ قالت: بلى، نهي عن ذلك، ثم أمر بزيارتها. وفي لفظ آخر قالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذه اللفظة يضعفها الألباني رحمه الله، ولكن ابن القيم رحمه الله يقول عنها في تهذيب السنن، يقول: هي اللفظة المحفوظة. لكن من يقول بهذا القول يقول بسنيته إذا لم يكثر، فإن كثر فيحرم. لما؟ للفظة لعن الله زوارات القبور، بينما حديث لعن الله زائرات القبور فعندهم ضعيف. القول الثاني يقول إنه مباح، وأدلته نفس الأدلة السابقة. القول الثالث أنه مكروه، ويستدلون على ذلك، وهو المذهب الإمام أحمد، يستدلون على ذلك بقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. القول الرابع أن زيارة المرأة للمقبرة محرم، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على من فعل ذلك باللعن. وهذا هو القول الراجح، وهو أن زيارة المقبرة من قبل النساء محرم ومن كبائر الذنوب، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور. لكن ما الجواب على أدلة من سبق؟ أولا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: إن القول بالسنية لم يؤثر عن أحد من الأئمة، لكنه ذكر أنه قد قيل به، لكن ليس عليه أحد من الأئمة. ثانيا، أن حديث لعن الله زوارات القبور هو حديث صحيح، ولا يتعارض مع هذا الحديث وهو لعن الله زائرات القبور.
ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول ورد هذا الحديث من طريقين وتعددت طرقه وليس فيه من هو متهم بالكذب وهو حجة، فإذا كان حجة وصحيحا فإنه لا يتعارض مع حديث زوارات القبور. لما؟ لأننا لو أخذنا بحديث زوارات القبور ألغينا هذا الحديث، ألغينا دلالته، فيكون أخذنا بحديث وتركنا آخر. لكن لو أخذنا بمدلول حديث زائرات القبور أخذنا به وأخذنا بحديث زوارات القبور، ثم إن التضعيف لا يدل فقط على كثرة الفعل بل قد يدل على كثرة الفاعلين، لأنهم قالوا إن لفظة زوارات القبور تدل على المبالغة، والمبالغة من باب التضعيف، فيصدق في هذه المبالغة ويصدق على من أكثرت الزيارة، وهذا يخص الفعل. لكن يقال لهم إن اللغة العربية جاءت بالتضعيف في الفعل وفي الفاعلين، فيكون زيارة عدد كبير من النساء للمقبرة مرة واحدة يصدق عليها حديث زوارات القبور. ولذا قال تعالى مما يستدل به على أن التضعيف ليس خاصا بالفعل، قال جل وعلا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، قال مفتحة وهذه صيغة تضعيف، لم يقل مفتوحة، قال مفتحة، ومعلوم أن الباب يفتح مرة واحدة، لكن لما كانت هذه الأبواب كثيرة وكثرة الداخلين فيها استعمل فيها صيغة التضعيف جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وبالتالي فإن استدلالهم بحديث زوارات القبور ليس مستندا قويا. أما حديث أنس رضي الله عنه في قصة المرأة فلا يدل على إقرار منه عليها الصلاة والسلام لوجهين. الوجه الأول أن هذا قد يكون قبل النهي إن سلم به، لكن ذكر الأوجه يدل على القوة. ثانيا وهو القوي أن هذه المرأة علم النبي صلى الله عليه وسلم من حالها وقولها أنها خرجت لا من أجل الزيارة وإنما لتوجعها وتفجعها على صبي لها، ولا أدل على ذلك من منطقها ومن حالها، ولذا كان النهي عليه الصلاة والسلام منه وكذا الأمر بما بتقوى الله والصبر. ولذا لما أتته عليه الصلاة والسلام واعتذرت له ختم الحديث بقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وبالتالي فإن هذا الحديث ليس صريحا في ماذا؟ في جواز زيارة المرأة للمقابر، ولا يؤخذ بغير الصريح الذي يعارض الصريح. أما حديث عائشة فيجاب عنه بجوابين كالجواب السابق وهو أن هذا قبل النهي. الثاني أن استفسارها هذا قد يراد منه زيارة المقبرة وقد يراد منه الدعاء إذا مرت بالمقبرة، لأنه ليس نصا صريحا في الزيارة وإنما هو نص واضح في الخروج. رابعا أن زيارة عائشة لقبر أخيها يجاب عنه بثلاث أجوبة. الجواب الأول أن اللفظة المحفوظة عند بعض العلماء لو شهدتك ما زرتك، فدل على أن زيارتها لسبب وليس على وجه الزيارة الحقيقية، لكن سلم بأن هذه اللفظة ليست ثابتة، فماذا نقول؟ وهو الوجه الثاني، نقول إن ابن أبي مليكة استدل عليها بالنهي ولم يستدل عليها باللعن، فقال أليس قد نهي عن ذلك، ولم يقل أليس قد لعن من فعل ذلك. ولذا أجابته أيضا بالإذن العام إذ قالت إنه قد نهي عن ذلك ثم أمر به، وتريد من ذلك حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الوجه الثالث يتفرع من هذا الوجه وهو أن حديث
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ليس داخلا فيه النساء وإنما هو للرجال فقط. فيكون حديث النهي عن زيارة القبور ثم الأمر به للرجال، وأما النساء فلهن دليل آخر أخرجهن من هذا، وهو لعن الله زائرات القبور. ما أوجه كون هذا الحديث خاصا بالرجال دون النساء؟ وجه الأول أن الصيغة هنا صيغة تذكير وليست صيغة تأنيث، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال بأن صيغة التذكير لا يخرج منها النساء، لأن ما ثبت للرجال من أحكام يدخل فيه النساء وكذلك العكس إلا بدليل. ويجاب عن هذا الجواب بأن يقال بأن المسألة مسألة نزاع بين الأصوليين، فمنهم من يقول إن النساء لسن داخلات في صيغة التذكير، ويجاب عن هذا الجواب بأن يقولوا أنتم ترجحون، والقول ما قالوا أنتم ترجحون بأن النساء داخلات، ونحن نرى القول بأن النساء يدخلن في صيغة التذكير إلا بأن يخرجهن. إذن قد لا يسلمون بهذا الجواب. الجواب الثاني فنقول نحن نسلم بالقاعدة على ما رجح، لكننا لا نسلم بتطبيق هذه القاعدة هنا. بما؟ لأن عندنا دليلا أخرج النساء، وهذا هو الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عللا في جواز زيارة الرجال للمقابر في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال فإنها تذكر الآخرة، وقال فإنها تذكرة، وقال إنها ترقق القلب، وقال إنها تدمع العين. ومعلوم أن هذه العلل الواردة في هذا الحديث تخصص الرجال دون النساء، فلا يدخلن النساء تحت هذا الحديث، وذلك لأن زيارة المرأة للمقبرة لا تأتي بهذه العلل، وإنما يخرج المرأة إلى ماذا؟ إلى الجزع والتسخط والنياحة، فكان هذا الحديث خاصا بالرجال. أما النساء لهن حديث خاص وهو لعن الله زائرات القبور، وفي رواية لعن الله زوارات القبور. الوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. ومعلوم أن اسم الشرط من يدل على العموم، فيدخل فيه النساء والرجال، لكن النساء خرجنا هنا في مسألة اتباع الجنائز بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، ومن ثم فإن أداة الشرط هنا وهي من إذا كانت لا تدل على العموم لوجود المخصص، فمن باب أولى صيغة التذكير في قوله فزوروها. الوجه الرابع أنه وردت أحاديث خاصة في قضية الاتباع باتباع الجنائز، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ارجعنا مأزورات غير مأجورات، وقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. وهذه الأحاديث يسندها ما جاء في النهي عن اتباع الجنائز. الوجه الخامس أنه لم ينقل أن الصحابيات رضي الله عنهن كنا يأتينا إلى المقابر، وليس هذا معهودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عصر صحابته الكرام، مما يدل على أن حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مما يدل على أنه خاص بالرجال. وإذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ولاستحب أحد من الأئمة زيارة النساء للمقابر. الوجه السادس أن الفائدة من زيارة المقابر ماذا؟ الدعاء للميت
والعظة والاعتبار، هذا هو الهدف، وهذا حاصل للمرأة وهي باقية في بيتها، فإن هذه المصلحة في هذا الحديث حاصلة للمرأة إذا لم تزر المقابر، لأنه لو قيل إنها داخلة من أجل تحصيل هذه المصلحة وقعت في مفاسد أكثر. من بين المفاسد النياحة، الندب، الجزع، الاختلاط بالرجال، ذهاب المقصود من زيارة المقابر. ما المقصود منها؟ العبرة والعظة. إذا اختلط الرجال والنساء فقد تزول هذه العظة والعبرة، بل ربما يعصى الله عز وجل في هذه الأماكن بالنظر المحرم. وكذلك إذا تم مثل هذا فإن هذا الاختلاط يجعل المقبرة في صورة الأسواق والاجتماعات الدنيوية، وهذا مشاهد في بعض البلدان التي يذهب فيها النساء إلى المقابر. الوجه السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قارن في هذا الحديث بين زيارة المقابر وبين اتخاذ السرج عليها، مما يدل على أن زيارة المرأة للمقبرة قد تكون ذريعة ووسيلة إلى الشرك. فكما أن إسراج السرج في المقابر ذريعة ووسيلة إلى الشرك، فكذلك قد يحصل في زيارتهن الوقوع في الشرك. كيف؟ المرأة بطبيعتها ضعيفة وعاطفية، فلو علمت مثلا أن هذه المقبرة فيها أناس صالحون وتعرف قبورهم، فإنه لضعفها وضعف علمها قد تقع في مثل هذا. وإذا ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يتأثر بالدجال هم النساء والأعراب، ما السبب؟ والجهل، حتى إن الرجل ليوثق زوجته وأمه من أجل أن لا تتأثر بالدجال. في مثل هذه المسألة يقال إنه على افتراض أن هذا واقع من بعض الصحابيات كما في فعل عائشة، فيجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن أخاها لما قتل ولم تشهد الصلاة عليه ماذا قالت؟ لو شهدتك ما زرتك، فدل على أن لزيارتها سببا عارضا، وهو عدم شهودها للصلاة على أخيها. هذا إن سلمنا بأن هذه الرواية ثابتة، فالألباني رحمه الله يضعفها، وكما قلنا إن ابن القيم رحمه الله يقول هي المحفوظة. الأمر الثاني على اعتبار أنها ضعيفة، فإن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم أن فعل الصحابي لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اجتهادات في غير هذه المسألة. والعاقل حينما ينظر إلى هذه المسألة نظر تأمل واعتبار ورؤية للقواعد الشرعية العامة، يخرج من أن المرأة لو زارت المقبرة فترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم، والواقع يشهد بهذا. وأما قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، في الجملة الأخيرة قالت ولم يعزم علينا، فإن هذه الجملة وهي قولها ولم يعزم علينا من قولها هي، فقد اجتهدت رضي الله عنها فقالت هذا القول. وفائدة عرضية هي أن المسائل التي جاءت فيها نصوص واضحة صريحة بالتحريم نجد أن فيها إما حديثا وإما حديثين قد يبطلان مدلول الأحاديث الكثيرة، كما هنا وكما في قضية التصوير إلا رقما في ثوب، وكما في الحلف بغير الله في مثل رواية مسلم أفلح وأبيه إن صدق. والناس في هذه على طريقتين، أناس ينظرون إلى الأدلة الكبرى الكثيرة ويعولون عليها، ثم يأتون إلى هذه الأحاديث القليلة والتي
قد تكون غير صريحة في المسألة ويفسرونها ويوضحونها حتى تتفق مع الأحاديث الكبرى، فيكون الكل واضحا محكما لا ريبة فيه ولا مرية فيه. فريق آخر لا، وهذا نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن عند المحدثين علما من أشرف علومه وهو علم علل الحديث، فإنه لا ينظر إلى السند من حيث هو فقط، فقد يكون الحديث في صحيح البخاري، لكن يطلعون على علة خفية في متنه. ولذا نرى أن البعض وهم الفريق الآخر يأخذون بهذه الأحاديث القليلة ويدعون تلك الأحاديث التي هي مثل الجبال في القوة وفي العدد وفي الكثرة.